Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer un gâteau aux fruits rouges. Les ingrédients pour la recette. Alors, il me faut 2 verres de farine, l'équivalent de 300 g de farine, 150 g de sucre, l'équivalent d'un verre. Les œufs, j'ai pris 4, 5 cuillères d'huile végétale, de vinaigre, l'équivalent de 2 cuillères, et 4 à peu près cuillères d'eau tiède. Sucre vanille, une cuillère à café de la levure et votre crème chantilly. Vous le préparez comme vous avez l'habitude de le préparer. Mais moi, j'ai pris un verre de poudre de crème chantilly, de la crème épaisse. Et à la fin, j'ai pris de lait juste pour étaler notre gâteau, pour qu'il soit mou. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre gâteau. Et évidemment, on a le fruit rouge. اهلا بكم اصحابي وحبيبي في كوجين ماليه. اليوم مش نحضروا جاتو ساهل برشا وما يطلبش برشا وقت. شنو يلزمنا للروسيت هذه؟ يلزمني 300 غرام فرينه، مقدار زوز كيسين تاع فرينه معبين برشا. نعمل بالكيسين باش ما عندوش ميزان يبدا ترونكيل. زوز كيسين فرينه معبين كما تشوفوا، وكاس عليهم كاس نتاع سكر، وهذه النصف الفرينه ديما ناخذوا السكر، يعني 150 غرام، 4 كعبات عظم، مغارف نتاع زيت عادي، مغارفتين مقدار مغارفتين نتاع خل، شويه ماء متلذن، وعندنا سكر فاني، ومغارفه واحده نتاع الخميره نتاع الجاتو، مغارفه قهوه، وعندنا الغله هذه الفروي روج باش نزينوا بها، واذا كان مش موجود تنجموا تعوضوها باي غله اخرى موجوده عندكم، بالفريز باي حاجه اخرى. عندنا الحليب هذيا نستعملوا، ولا تنجموا تستعملوا السيروك اذا كان تحبوا، تستعملوش الحليب وما تحبوش الحليب. باش ندهن به كعبة الجاتو باش تجيك مطريه وبنينه. وعندنا كريم شانتيه تاعتنا، كل واحد يحضر كريم شانتيه على الطريقه اللي يحبها هو. انا خديت الكريم شانتيه بودر والكريم ايتاس، هذوما زوز نخدم بهم الكريم شانتيه نتاعي. تبعوني تشوفوا روسيت، ما طولش ما فيهاش وقت كبير. واذا كان نحو الفروي روج صحيح يا غالي شويه، نجم نعوضها باي حاجه، راهي ما تكلفكمش كعبة الجاتو. تابعوني اصحابي وحبيبي، خطوا قبل كل شيء رجعها الفريجيدير القلم تاعتنا، ومن بعد انا نرجع لكم. نحضر الروج تاعي شادي حضرت تو الميكسير تاعي، نحط العظم تاعي، 4 كعبات عظم حطيناهم في البول نتاعنا، ونحطوا عليهم السكر. جيمي لي زو لي كاتف اي جاجوت سكر دوسون، جيمي با تو ا لا فوا، نحط السكر بشوي بشويه، نحط الروبو نتاعي يمشي. بسم الله، شويه بشويه نزيد السكر بتي بتي باتو على فوا. السكر نتاعي نحطه بشويه بشويه، ما نحطش كله مع بعض، ونحط كاس الاربع مغارف الماء هذوكم متلذنين، نبدا نصب بشويه بشويه. لو تياد جو مي لي 4 كويير دو تياد، جو لو مي بتي بتي باتو على فوا باغي كوم لو سكر. هاي ما
كيما تشوفوا بعد ما تركضت الخليط نتاعنا تركض بالكدا بالكدا، لازم يكون مركوب بالكدا. انا خليته اكثر من 10 دقائق وهو يمشي الروبو بلوس كو دي مينيت كي جي لي لسي. ولا ميتنا الشمس غير بدل تاع العجينه ونحط الفرينه شويه بشويه. توا انا مش حط الفرينه شوي بشوي كيما عملت للسكر نفس الحكايه، ونبدا نحط بشوي بشوي الفرينه نتاعي ونخلط شوي بشوي. جو مي لا فارينه بتي ا بتي باغي. كيما نخلطو بيدينا بالضبط، نخلطو بشوي بشوية منحطوش كل الفرد برا. إذا كنت تحبو تخلطو بيديكم لاباس. كيما تشوفو العجينة بتاعتنا تخلطت بكدا بكدا. نحضر توا البلاطو نتاعي وندهنو بالزبدة ولا الزيت، ولا إذا كان عندنا ديمولاج أحسن وخير. نحط ديما فوق الكويسون باش ما تلصقناش وباش البلاطو يبقى لكم ديما نظيف. نحط الخليط نتاعي، نحضر بلاطو آخر باش ما تجينيش عاليه. اذا كان نحب نعمل في بلاطو واحد نعمل، انا نحب نعمل على مرحلتين. باش ما تجيكمش كعبه الجاتو عاليه برشا، نشعل الفور على 180 درجه ونحطو حتى الوقت اللي يلزم باش يطيب لمده 15 دقيقه. اون فالو ميتر او فور بوندون 15 مينوت ميزاني. Maintenant, en attendant, on va préparer notre crème chantilly. Et je prends de gélatine halal et une cuillère à soupe d'eau tiède. Il y a une autre variante comme gélatine halal. Je vous donne l'eau, parce que la crème est très forte. Vous avez une autre comme je te fais deuxième de la crème chantilly poudre. Voilà. J'ajoute un petit peu. Pour ma crème chantilly qu'elle soit épaisse. Voilà, je le laisse à côté en attendant. Hâte de préparer la crème tiède. On va ajouter ça. Bismillah. Faut le halib tiède avec. Il faut le halib. Aïe, chose liquide, تكون باردة وكهو. ترى ما عندكمش كريم بس هذي. تعملوا الحليب بارد. نحط البودر هذيك تاني. كل ماذا بكم تكون الكريم تاعكم عاقده. ذابلنا هكا جيلاتين هذيك، توا نحطوه اللي بكم تخلطوه بالكدا. ديما في الكريم تاعكم اذا كان متوفر راهو باهي برشا، الكريمه تاعتكم تبقى نهارين ثلاثه ما تفسدش يعني في الفريجيدير ما تهبطش الكريم. فهمتوا هذاك علاش نورا وماهوش حاجه ضروريه. باهي نبداو نخلط الكريم تاعي شويه باش ما نغطيش الدنيا الكل ما تسخش. كالعاده نخدم الكريم تاعتنا سهله برشا. ما تكون عاقدة عاقدة. ناخذ توا بوش نتاعي
نخلط مع هذه اللي كان عندكم. نخلط مع هذه نحطو باش نبدا نزين في عقلي وعلى راحتي. ناخذ الكريمة هذيك نحطها في الفوش باش نزين بها. نحطها في الفريجيدير و نتضان. كما شفتوا الكاتو نتاعنا تحكم طيب بيد البدا. نقص تو الكاتو على صوص وفالو كوكي. بعد ما قصيت الكاتو على صوص ناخذ الحليب هذاك نتاعي ونرش به الخبزه نتاعي. اول حاجه باش تبرد لنا فيسا ونجمو نخمو. ثاني حاجة باش الكاتو تاعكم يجيكم مطري. تو بيان يطلي. سي فو فولي با دو لي بوفي ميتر دي سيرو. Ou bien étalé, pas beaucoup d'une façon, mais bien étalé aussi. Maintenant, avec des ou même la tranche, une carte de gâteau était à couper le hadith. C'est le compte de nous, ma couleur. Alors, moi je vais faire un peu de hadith. Ou à l'eau qui est brette, qui est à l'eau, mais on touche le chantier. Et là, mettre le brette dans la carte de gâteau, ma crème sera le double comme le crème chantier avec. Ou le double comme le charge de four tout direct. خلوه تاع يرتاح ونرجع لكم بعد. خلوه يرتاح متقلق على 20 دقيقه من بعد ما نرجع لكم. وبالنسبه للكريبه هذه نحضروها بطريقه اخرى مختلفه. نعطيكم فكره وكهوة. راهو ساعات نفس العجينه نحضروا بها برشا حاجات مزيانين. مهم يبدا عندكم القالب باش نجموا تخدموا. حاولوا ما تكسروهاش. نخطو البلاطو ونحي منه هذيك الكلبابة هذيك في وسط الجاتو نحيها بالكل ونشعل الفرن ونحطها في الفرن نجمدها وتو تشوفو شنو نعملو بها. فوالا شادي من فوق ديجا إلي شو جو لو مي أو فور جست بوغ فيغ غريي أن تي بو أبخي أون فوا فواغ لا سويت. فكرة أو أكثر ولا أقل. الصغيرات يحبوا الحكايات هذوما. نحطهم في الفرن ونرجع لكم. الجاتو نتاعنا برد وصيي. وشنو خدمه اخر مرحله
الماخر باش نزينو وتزينو كيما تحبوا انتم كيما تشتوا. انا مش نوريكم الطريقه نتاعي وانتم زينو كيما تحبوا انتم. سهله برشا ما حتى شيء صغير. ناخد توا الفرش نتاعي وإذا كان ما كفتكمش الكريمة نجمو تزيدو تخدمو من الأول جديد. عاد ما تكفيناش نزيدو نعاودو نخدم. تحطو بلدي الكريمة نتاعكم حتى مش تحطو منها الكوش الأخرى. وإذا كان يلزم راهو يلزمكم تزيدو تخدمو الكريمة شونتي مرة أخرى. سهلة فيها حتى طلبش وقت كل. نعم الطريقة اللي كاينة فما ساعات باهي. حط توا الفلوي نتاعي فلوي عوج سي اون بيزوان دو لا كريم شونتي اون اجوت باسكو موا جو في اجوتي ان بيتو باسكو سا تسوفي با. نحطو الفلفل نتاعها الفلفل يروج فيها الفرامبواز و مبدينا نزينو بالطريقة هاذيا اللي كان موجود باك وقت نشروه منعرفوش شنو فيه. ناخدو البارتي مزيانة انا ديما لي فروي روج ناخذها بالكونجيلي بالطريقه دي الكرون سيرفاس موجوده بارتو. نزيد شويه نختو النص الاخر نتاع الكريم الجاتو نتاعي قبل ما نحط الكوش الاخرى نزيد شويه كريم مش حاجه كبيره فوق الفروي نتاعي شاشو ان بتي بو با بوكو جيساي ديتالي. شوية حتى نحط بارتو نوسعو بينا ديما كيما خدمو جاتو نوسعو بينا مكانش راهو جاتو ميجيكمش مزيان. شوية بشوية باسيونس فوالا ميتنون ونقوم بنفس العملية نتاع بكري. نعمل الساعات بكل شيء الزينة بتاعي في الوسط النجمة خبوها حتى نكمل مش مطولش عليكم قريب نحكي بلافان. حط كيف كيف كان شوفي ونحرك شوي شوية وسعبيلي ما ننزلش شوي بشوي باش ما نفسدش كارت الجاتو نتاعي من الغدا. ناخد توا كيما المرة الأولانية نحط الفلوي طوش كيما تشوفوا خبز الجاتو نتاعتنا حضرت. توا اخر توشي اللي كان تحبو اللي كان موجود عندكم ماهوش حاجه ضروريه ناخذ لي بايات شويه بايات ماهيش حاجه ضروريه خاصه كي يكون تاع انيفيرسير نزينو شويه فيه بايات
نحطوها في الفريجيدير ما بين حضرنا الكعبة الثانية. والكعبة الصغرنا هذه نزينوها كيما نفس الحكاية. رأوا بأكثر الأقل باش الجاتو تاعكم يجيكم مهشوش، تحبوا ما تعملوش ما تعملوش. نحطوا مثلا من الكريمة الكريانة نحاولوا نكسروا الشكعبة تاع القالب تاع الجاتو باش تجيكم مزيانة. ناخذوا توا الفرويق بوش التفتف هذيك النحينيه من بكري الخبزة بتاعتنا توا نشوف جنبهم تحفون الوتر يجي بنين وبنين الاخر هذيك تزيدوا الجاتو نتاعكم. نشر ما يسحقش باش نزيدوا حاجه اخرى خلوه كيما هو مزيان هذيك الحكايه. كدكم راهي رسيت تحفونه برشا برشا. ناخذوا المرسول هذاك خليناه ناخذوا الكريم تاعي ياكل الخبز هذيك نزيدو نزينو بيه راهو فيه تقرميشة تحفونا اللخر. والحكاية تزين بها الصحن نتاعكم. Voilà mes amis, comme vous voyez notre gâteau, il est prêt, il est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner, merci beaucoup et à bientôt. Qui m'a tchouf ou sahabi ou habibi le gâteau m'te à n'ahdar, gâteau sehe le barcha, ou zayenne b'tariqti, ou entom zayenne ou b'tariq le t'habou alihom. Inch'Allah ajboutkoum l'roussiat, inch'Allah t'jarabah f'diyarkoum, inch'Allah ya rabbi t'hadroha f'ma l'afrah ou l'masarat. تبقوا على خير وان شاء الله نقابلوا في روسيات احسن ما احسن. وما تنساوش الاشتراك في القناة نتاعي راهو فرحني برشا. بالسلامة ونقابل على خير. Thank you.